حمزة مومبيبي أول ظهور لعائشة عياش بعد مغادرتها للسجن. عادت مصممة الأزياء عائشة عياش للظهور من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من مغادرتها لأسوار السجن عقب تورطها في قضية ما عرف بحمزة مومبيبي. ونشرت عائشة عياش يوم الاثنين 19 من يوليوز 2021 بالتزامن مع يوم عرفة تدوينة عبر حسابها على الانستغرام، وجهت من خلالها اعتذارها لمتابعيها قائلة: اعتذر منكم والتمس من قلوبكم الطيبة براءة الذمة في يوم عرفة، استحي ان اقول عفوت عنكم لاني ما وجدت منكم الا الخير والمحبة، بل اقول عفى الله عني وعنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب، وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب. يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد أدانت خلال شهر يوليوز 2020 مصممة الأزياء عائشة عياش بعام ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم إثر تورطها في قضية حمزة مومبيبي، لتقوم بعد ذلك غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش في 27 من يناير 2021 بتخفيض عقوبة عائشة عياش إلى سنة واحدة مع تأييد باقي الأحكام الابتدائية، وبالتالي غادرت عائشة عياش أسوار السجن خلال شهر فبراير الماضي.